متابعين حلقتنا لليوم مشاهدينا وحديثنا عن المواهب وكيفية اكتشافها وتنميتها. ما بعرف إذا هي ما زالت عنده موهبة أم صارت احتراف. بعرف إنه هو مبدع وجديد، جديد بمعنى منه أبدا متكرر. كيف نمو موهبته وكيف اشتغل على نفسه وكيف أصلا اكتشف إنه عينه تملك حس خاص؟ معنا المصور الفوتوغرافي زبيان سعد. أهلا وسهلا فيك من لبنان على دبي على استوديو موعدنا. كرمالك جاي. شفتني يعني شو قلت؟ هل هي بعدها موهبه ولا صارت فينا نقول عنك محترف اليوم بالتصوير الفوتوغرافي؟ احترفنا بالتصوير بس أوكي. من بعد سنين؟ سنين يعني صار على 10 سنين بالتصوير. بالتصوير الفوتوغرافي، تعلمته ولا؟ هلا اول شيء بلشت مثل مش هوايه، بلش مثل صدفه. اوكي. من موبايل، كنا نصور بالموبايل وهيك، ونصور الاصحاب، نصور الاهل، نصور هيدا. نزلنا ابلكيشن على الكمبيوتر. وصرنا أوكي. نشتغل بالالوان، نشتغل بالباك جراوند، وينبسطوا بيعطوني هيك معنويات انه ايه برافو حلو. عينك حلوه، نحن بنقول عينه حلوه صح؟ حلوه ايه مزبوط. وهيك شوي شوي خلصنا مدرسه من هون، فتت اخراج ومونتاج وتصوير وكملنا تخصصت فيهم. اخراج ومونتاج وتصوير. وانت بعدت عن الاخراج والمونتاج واشتغلت بيجي وقت بيجي وقت الاخراج جاي له وقت. جاي له وقته. بعمل اشياء هيك مقتطفات يعني اخراجيه لدعايات لمسلسل هيك بيجي صغير. بعمل لمجله سيدتي بصور مقتطفات فيديو كمان. اوكي. طب زبيان، التصوير لازم بيقولوا انه اوقات بتشوف صور بتقول هيدي للمصور الفلاني، يعني بيكون عنده مثلا تاتش معينة. هيدي التاتش كيف تعملها وكيف تبعد فيها عن التكرار؟ يعني انه تكون عندك تاتش. سر سر المصلحة ما في اللي مش انه صورك متكررة. مزبوط. كيف تفصل؟ ليك بتعرفي كل واحد شو بيلبق له، يعني انت شو بيلبق لك؟ انت جربت معنا التصوير ولا بتعرف المشاهدين كل يوم بيشوفوا صورك عندي. كل حدا شو بيلبق للفنانة ان كانت ولا ان كانت موديل، شو بيلبق، شو سيستم. مثل الصور اليوم عم تمرق هلا على الشاشه كمان. اوكي. شو بيلبق لك؟ نحن بنفوت بقلب الديتيلز بتكون انت حبيتها لشخصيتنا كمان. لشخصية يعني. اللي طب شو اكثر شيء بتحب انت تصور؟ يعني بتميل للدعايات، بتميل للفوتو شوتس، كل شيء جنون بحبه. قد ايه بتعمل ستوري بورد للتصوير؟ يعني انت اليوم من موهبه اليوم بفتره الاحتراف خلينا نقول، المفروض يكون في ثيم بتشتغل عليه بكل صور صح؟ مزبوط. كيف بتخلقه؟ فكره بخلق يعني الموديل اللي بيكون واقف بعرف شو بدها تلبس هي، حتى نشوف نحن شو بدنا نعمل له لوكيشن. يعني يمكن انا اقول له سيد اللي بدي اتصور بهدف مطرح الفيلم الفلاني، ما بيلبق يمكن لللبس اللي هي لبسيته. مندبر نحن لللوكيشن على نسال اللبس اللي هي بكون رح تطلع صوره فكره حلوه. طب دبيان، انت كثير بتصور فنانات كمان وفنانين. مزبوط. صح؟ قديش شغل مع عالم اوريدي هي عندها السلف استيم تبعها، عندها هيك حب الذات وعندها ثقه كثير بحالها انه هي موجوده ما حدا ثاني موجود، قديش صعب تتعامل مع هالشخصيات وقديش صعب تقنعهم بانه شايفينه غلط ونظرتك وعينك هي الصح؟ لك هي بتصير ثقه، يعني بس حدا يوثق فيك انك انت كتصوير وكاضاءه. هن الفنان بهمه اللايتنج، اللايت بتلعب كثير دور بقلب بالصوره، يعني انه الواحد الفوتوغرافر يكون عم يشتغل باضاءه مرتبه وبيعرف كيف بده يضوي الوجه، الفنان لحاله بقول لك مره واثنين وثلاثه بده يتصور. وكيف انت بتدرس الاضاءه على جنب صح؟ يعني انت لانك دارس اخراج ومونتاج وتصوير بتعرف الاضاءه كيف بدها تكون. بكون اخذ كورسز؟ اكيد اكيد. مش كل مصور مثلا بيفهم بالاضاءه ولا مفروض؟ لا هي بلا، لا مش كل مصور بيعرف بالاضاءه، يعني اجمالا بتجي هي مثل ما بقول انت اول شيء بتبلش موهبه. بس بعدين انت بدك تنميها، انت بدك تكتشفي من هون، تعملي دوره من هون، تشوفي من هون اشياء جديده. ما فيك بس تكتفي باشياء معينه انك انت تكوني بس انك تعرفي تحملي كاميرا وتصوير. مع الكاميرا تبعيته هيدي اغلى شيء عندك صح؟ هيدي اغلى شيء بالحياه اليوم. هيدي رفيقتي وصديقتي. شو اهم شيء فيها؟ الكبسه اللي بتكبس عليها ولا اللينس اللي بتشوف منها ولا عينك؟ شو اهم شيء بعمليه التصوير؟ لا والله عيني اكيد. عينك عيني اهم من اللينس لان هي اللي بتحدد اللينس صح؟ برافو عليكي. حلو. طيب وثاني شيء هو انا ليه عم بسالك هالسؤال؟ لانه هي في فريم تبعيد كبسه الايد صح؟ يعني اذا تاخرت فيها شوي راحت اللقطه فمن بعد العين بتجي كبسه الايد. اوكي مزبوط. كله بيطبع بعضه، ان كانت ايدك ولا كانت عينك ولا كانت نظرتك ولا كانت الفكره اللي بدك تصوري فيها، كله بيتبع بعض. وحده نقصت من هون صار عندك انت شيء بالصوره مش طيب مزبوط. انا سالتك سؤال ارجع اسالك، شو اللي يعني بيميز عينك؟ يعني شو اللي بيميز صورك عن صور غيرك؟
هي الافكار، الالوان. انا الألوان. بيقولوا لي العالم انه الوان، الوانك زوبيان بنعرفها من 100,000 صوره. يا ما فنان اللي انا عرفت هيدي الصوره بدك تصورني مثل هيدي الصوره، انا عرفت دغري من الوانك. اوكي عاده انا بحط اللوجو على صح. الصوره، اوقات بتكون الصوره مش موجوده، مقطوشه او شيء. بقول له زبيان هيدي انت الصوره مصوره، بدي الصوره دغري اعرفها من الالوان، من الالوان. بينت معهم طيب دغري. زبيان، قد ايه بتعتمد على الفوتوشوب؟ يعني اليوم نحن بعصر الصوره، الكل بده يكون عنده البيرفكت لوك، الكل بده يكون عنده مظبوط. الخصر، العيون، الوجه النقي. قد ايه انت بتعتمد على الفوتوشوب بصورك، ليكي ما وشو بتعمل بالعالم بالفوتوشوب؟ هلا هو اجمالا في عندك ناس بيقولوا لا نحن ما بنشتغل فوتوشوب، لا هيدا عامل فوتوشوب وهيدا عامل. ما في صورة بتطلع بقلب ماجازين او بقلب بانو او بأي دعاية بتكون مجهولة فوتوشوب، بس في فوتوشوب بينشغل بطريقة يا ناتشورال يا اما فيك. عرفتي كيف؟ هلا اكيد لو حابب يشتغل بطريقة ناتشورال تطلع صورة بروفيشنال ومرتبة، اوكي. اما اللي بيشتغل فيك هذه راحت قيمة الصورة. في شيء بيكبروا العيون، في شيء بيصغروا المنخار كثير، بيكبروا التيم، هيدي صار الشخص اللي عم يشوف صورته مش موجود هو بقلبها. اوكي. اما فيك تشتغلي انت بطريقه ناتشورال، طب بس انا انت بضل الفوتوشوب بشخص هو. تبعك شو بتعتمد؟ تنظف بس ولا كيف؟ هلا شوفي هذه هي اسرار، كل فنان بحب ما حاله انا هو بشيء جايبتك معين. هلا لنعرف ما اسرارك، هو لنعرف هيك نصور مثلك. مزبوط. هلا في عندك ناس بتحب تكون هي طبيعيه، يمكن ديتلز صغيره ان هي تعملها بقلب بقلب الصوره. في عندك ناس بحبوا كثير يكونوا مثل عم تقول انت مبين. الخصر، ايه الخصر مثلا الرقبه. في عندك ناس بحبوا من هون يعملوا الحنك، كل حدا شو بحب بدك يعني تعملي له بقلب قد ايه الصوره. لك، قد ايه لك بالتصوير؟ قلت لي يعني 10 سنين عشر لنا. سنين طيب قبل كنا وقتها بدنا نتصور وناخد صور وهيك، نروح عند فوتوغرافي، نروح على استوديو، نقعد نتصور على خلفيه. اليوم بمجرد ما انا احمل هالموبايل ما هيدي هاي عندي 100 ابلكيشن مشاهدينا، وشو بدي بزبيان، وشو بدي شو بدي بغيره بدي. وغيره، بعمل احلى صوره، ان كان على سناب، ان كان على انستغرام، ان كان على الابلكيشنز اللي منزلينها اللي فيها فلترز وفيها. مزبوط. قد ايه اثر على شغلكم هيدا ليكي الموضوع؟ بأثر بهالاشياء هول، يعني اثرت بال كيف انت مثلا حياتك اليوميه انك تروح تتصوري. في عندك كانوا من زمان كثير انا لابسه شيء حلو رايحه اتصور، صح؟ هلا ونحن صارت، كنا نعملها، هلا يعني صارت كنا نروح على بتختلف. استوديو. مزبوط. هلا صارت بتختلف الخبريه، انت لابسه شيء حلو بتقدر تصوري بالموبايل اللي معك. اما اذا بدك تصوري انت بانو، تصوري شيء لغلاف مجله، تصوري يمكن صور ودينج اللي هو عرس انجيجمنت، هيدي بتقول انه انا لا بدي صور بطريقه انه فوتوغرافي يصورنا، بس انه بدي ما اكون معك بموضوع انه عن جد. يعني شو اسمك على انستا ستوري؟ زوبيان. زوبيان عم سعد. صورت وحط عم حط عم بعمل له تاج. سو اثرت على شغلك صح؟ بتاثر على الشغل، بس في مطارح معينه مثل ما قلت لك الويدنج والانجيجمنت او يعني المناسبات اللي مناسبات بدت صور هاي بدهم ديفينيشن. يخدعوا للفوتوغرافر. اوكي. طيب عندك سناب شات، عندك انستغرام، سناب شات قد ايه زوبيان بياخذ من سعد. وقتك؟ يعني بدها ساعة بالنهار، ساعة بعمل ساعة. لإلهم. طيب مزبوط. وبتعرض أكيد شغلك على انستغرام وبيجيك انستغرام شغل وفيسبوك بس اللي بتابعه بيشوف كمان بالانستا ستوريز تبعه موهبة كليا مش اللي عم نحكي عنها، صح؟ متذكر شو بتحط انت على انستا ستوري؟ ذكريني لشوف. لا بغني الله يسامحك وصوته حلو. خلينا نسمع صوتك. لا نحن اليوم جايين نحكي على التصوير. اعتبرني انا انستا على التصوير. ستوري. اعتبر هلا انت على الانستا ستوري، وانا مش ما غير شيء عليك، ححطك على انستا يا ستوري. الله. وسمعنا صوتك باستوديو، يعني مش معقول تفل وما تسمعنا صوتك. نحن قلت لي تصوير اليوم مش غنائي. ايه نحكي على فوتوغرافي ونحكي بس هيك شوي انستا ستوري، جنونك على انستا ستوري. يلا نسمعك غنيه صغيره. أمانا ما نمانا ما نمانا ما هاني يا ماماي، أنا قل الحكيم قل لي من الخمرة، الخمرة حرام وشربها بيأذيك. أنا قلت له يا شايف في عيني جمرة، تفلسف لأنه حرقة مش فيي، يا هيك يا ياباي. أنا قلت له يا حكيم الله 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 يبليك يا فاتن بهوى صمرة، تشوف غير الخمر شو بيشفي، يا هيك يا ياباي. وكنا ستة على النبع
اجت فاتن صرنا سبع طلب صورة ما عطيته قلت له حرام اليوم الجمعة يا يوبا قلت له حرام بكرة الجمعة هو قال لي شو رايك ضلوا على الفوتوغرافي ولا ينتقل يصير فنان؟ الاثنين مع بعض دبلوماسية. شكرا لك زبيان، استمتعنا بصوتك وايضا بتصويرك. شكرا لك مشاهدينا، بريك علينا ونتابع اخر فقرة لليوم من موعدنا.